أنا مصممة أكسسوارات وبدي وسع شغلي. رحت على بنك بيبلوس وطلبت كارت شخصي ب$10,000. وديت كم ورقة ووافقوا لي عليه وبلش الشغل. طبعت كروت جديد وعلب. اشتريت كل الأكسسوارات اللي عايزتها. صممت كوليكسيونتي الجديدة ووصيت عليها. برمت كتير تلاقي فرش مهضوم للشورو. فضيت كل شيء قديم من مكتبي. خي شو حلو. نقيت البابيي با وركبته. حطيت الأرمة الغراض والكراسي. استلمت وعرضت الكوليكسيون الجديدة. واليوم مع بنك بيبلوس صار فيي أقول إني حققت هدفي.